الحقيقة النهاردة شفت خبر أفزعني. إيه أفزعك للدرجة دي؟ أنا أقول لك أه للدرجة دي. أفزعني بمعنى إيه؟ أوعى تفتكر إنك تبعت شكوى هنا ولا شكوى هنا ولا شكوى هنا ولا شكوى هنا معناها إن أنت بتكتف الإعلامي. بقول ده بمناسبة جواب شفته النهاردة صادر من وزارة الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة في بني سويف. إيه ده؟ لفت نظري اسم عدل القيعي وابراهيم المنيسي مع حفظ الالقاب في برنامج بيقدموه في قناه الاهلي. وانا باخد ده نموذج، يعني انا مش هدفي ادافع على المهندس عدلي ولا على زميلنا العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي. اي حد فاكر نفسه بعد كده فتوى على صحفه واعلامي يبقى غلطان مش فاهم. فاكر نفسه مسك عصايه لحد في المهنه بتاعتنا دي يبقى مش فاهم. يبقى ايه؟ مش فاهم. وكل القضايا اللي الناس بتكسبها من اعلاميين او يكسبها الاعلاميون القضاء اللي بيحكم فيها ويفصل فيها مش كرباج ممسوك للناس. يعني ايه النهارده نادي بيراميدز يبعت لوزاره الشباب والرياضه يشتكي برنامج تلفزيوني، وزاره الشباب والرياضه تصدر جواب تقول بعد الرجوع للجنة القانونية وما قالت إليه إن هي تبعت الموضوع ده للمجلس الأعلى. وريني يا ابني الجواب. تبعت للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. يعني إيه؟ أهو. السيد الدكتور هشام الجبالي مدير مديرية الشباب والرياضة في بني سويف. تحية طيبة وبعد يسعدنا أن نودي لسيادتكم أصدق الأمنيات ورقة تحية التشرف أن أنهي لسيادتكم موافقة الاستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضه على ما انتهى اليه راي اللجنه القانونيه بالوزاره. ايه حشر اللجنه القانونيه في شان اعلام اصلا؟ ايه ده؟ اولا بشان الشكوى ضد السيد عدل القيعي مستشار نادي الاهلي رياضه المدينه بشان قيامه بتوجيه اساءات وتجاوزات بحق الرئيس التنفيذي للنادي في برنامجه مع الاعلام الاستاذ ابراهيم المنيسي عبر قناه النادي الاهلي دون سند قانوني او الواقع ومسؤوليته عن تهريب احد لاعبي كره القدم على النادي مخاطبه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لفحص الشكوى والتحقيق فيها لكونه يتولى شؤون الاعلام المرئي والمسموع والراقب لانه المعني في هذا الشان. ثانيا بشان الشكوى ضد اللاعب حسين الشحات لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي الرياضه المدنيه لاعتدائه على لاعب نادي بيراميدز اف سي بصفيه على وجهه امام مسمع ومرء الجماهير وتهديده وترويعه اثناء مباريات كره القدم بين الفريقين. تم مخاطبه الاتحاد المصري لكره القدم لموافاتنا بنتيجه تحقيق لجنه التظلمات بالاتحاد وبما تم حيال هذا الشان الذي يرجى التكرم بالتوجيه نحو قيام المديريه باعمال شؤونيه بصفتكم الجهه الاداريه المختصه الوقع في نطاق النادي وطبقا للنص الماده 1 من قانون الرياضه رقم 71 لسنه 17 نحو مخاطبه النادي لاتخاذ اللازم في ضوء موافقه الاستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. انا معترض على الجواب ده كله بما فيهم حتى الحته بتاعت حسين الشحات والشيبي واتحاد الكوره، لان دي شؤون خاصه لمؤسسات خاصه لا دخل الوزاره بيها. هذه شكوى، عارف انت بقى اطلع بطاقه رقم قومي فبروح مستشفى ام المصريين، الموضوع ملوش علاقه ببعضه ولا اصلا شان اعلامي يقول للجنه قانونيه في وزاره الشباب والرياضه عشان تبحث شاني. ليه يعني ايه الكلام ده؟ كل يوم كل واحد فاكر نفسه قاعد النهارده بقى عنده سلطه ماسك عصايه للاعلامي. لا يا حبيبي، لا. على فكره احنا بنقول كل شيء. انا عن نفسي اهو بتكلم تجربتي انا اهو في البرنامج، ولا عمر حد قال لي تقول ايه وما تقولش ايه نهائي. وحتى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام دوره هو تنظيم الشأن الإعلامي ويضع أكواد نسير عليها من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية وكذا وكذا، لكن يبقى ماسك العصاية إن كان هو أصلا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق كمان تشريعه الدستوري. وريني يا ابني المادة 211 أهو المجلس. بص ده الدستور المصري. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هيئه مستقله تتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال الفني والمالي والاداري وموازنتها مستقله. ليه هيئه مستقله؟ لانها هيئه اعلاميه. يعني هيئه اعلاميه يعني لا يتدخل في شؤونها احد، لها مطلق الحريه، لان الاعلامي ان تدخل في شؤونه احد يرتعش
وان ارتعش لن يؤدي دوره، وان لم يؤدي دوره بيحصل خلل في الميزان بتاع البلد. خد بالك. فالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ده هيئه اعلاميه، لا احد يتدخل في شؤون. الدستور بيقول له كده، انت هيئه مستقله ويكون المجلس مسؤول. بص بقى مسؤوليه المجلس عن ضمان وحمايه حريه الصحافه والاعلام المقرره بالدستور والحفاظ على استقلالها وحيادها والتعدد بتاعها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكاريه ومراقبه سلامه مصادر تمويل المؤسسات الصحفيه والاعلاميه، ما تبقاش حاجات شمال يعني، ووضع الضوابط والمعايير اللازمه لضمان التزام الصحافه ووسائل الاعلام باصول المهنه واخلاقياتها ومقتضيات الامن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون تشكيل المجلس ونظام عمله والاوضاع الوظيفيه العاملين فيه ويأخذ راي المجلس في المشروعات القانونيه واللوائح المتعلقه بمجال عمله. يبقى ادي اول حاجه الدستور قالها للمجلس، ان تحافظ وتضمن حمايه وحريه الاعلام. حلو كده؟ وتراقب سلامه مصادر التمويل، وتحط ضوابط ومعايير تضمن بيها التزام الاعلام بالامور اللي منعها ايه؟ الدستور، اللي هو التمييز، الطعن في الشرف، التحريض على العنف. لكن النهارده، وعايز اقول لكم على حاجه، ده المجلس الاعلى للاعلام الله يكون في عونه كل يوم بيتلقى يمكن الاف الشكاوى. كل واحد مش عاجبه زكي قال ولا علي قال، اي زميل قال اي حاجه، يبعت شكوى للمجلس الاعلى للاعلام، مجلس اعلى تنظيم، المجلس اعلى تنظيم. طب المجلس فاهمين، الناس فاهمه، وهي الضامن. يعني انا اساسا ساندي الضامن لحريه ما اقوله، من ضمن المؤسسات الضامنه ليا في ان اتحدث بحريه هو المجلس الاعلى للتنظيم الاعلامي. الناس فاهمه غلط. الناس فاهمه ان المجلس هو الكرباج اللي تحطه للاعلام. فبعض المسؤولين فاهمين ايه يا ابني، تبعت شكوى ضد ميديا لوزاره الشباب والرياضه؟ لا اقبل. انا كراجل اعلامي لا اقبل، بعيد عن اللي قاله عادل القيعي وابراهيم المنيسي صح ولا غلط. لا اقبل. واديتكم مثال حتى بقناه الزمالك رغم رفضي لقبول ده، تناولوني انا شخصيا، لا اشتكيت ولا قلت ولا علقت هنا وارفض ان حد فيهم يتحول للتحقيق او حد فيهم ينكل بيه او لانه لا يحكم الاعلامي ربنا سبحانه وتعالى وضميره والقضاء. انا مش عاجبني اروح للقضاء فقط، وحق القضاء ده مكفول لاي مواطن، اي حد من حقه يروح للقضاء والقضاء يمنحه حقه. وكل القضايا النشر قلت لكم اللي كسبها ناس من اعلاميين وصحفيين او كسبها اعلاميون وصحفيون ضد اي حد بالقضاء. ايه ده؟ انا بقول الناس في بيراميدز ايه ده؟ انتوا فاكرين دي بطوله؟ وعلى فكره يعني انا هنا بنتقد بيراميدز في مواقف، مثلا لو انا عديت انتقاد البيراميدز في كام موقف على مدار سنتين برنامج ده طالع هنا، يمكن خمس مواقف ست مواقف. كم مرة انتقدت الزمالك؟ 100. كم مرة انتقدت الاهلي؟ 100. كم مرة انتقدت اتحاد الكورة؟ 100. كم مرة انتقدت رابطة الاندية المحترفة؟ 100. كم مرة الاسماعيلي؟ 100. هتلاقيني في كل المؤسسات. لكن تيجي تنتقد الناس دي في كلمة وكأنك يعني بص يعني مش قفقفة ونفنفة ومش عاجبه، ويجري يهدد محامين مستشارين. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما كانش ثلاث اربع لعيبه جبتوهم وتبعت للوزاره تقول لهم اصل الشيبي وخناقه حسين الشحات واتحاد الكوره ما عمل فيها ايه؟ طب ومال الوزاره؟ اتحاد الكوره عمل ايه؟ طب اتحاد الكوره مش بيعمل حاجه. الوزاره مالها؟ اتحاد الكوره ما عملكش حاجه، بتروح لجنه التظلمات. ما عمل لك في رولز، ما عملت لكش حاجة، بتروح مركز التسويات. ما عمل لكش حاجة ولا قفل، بتروح المحكمة الرياضية أو الفيفا. أو مش في رولز قانوني شرعه اللوائح والقوانين الدولية والمواثيق والكلام ده؟ يا سيدي مش عاجبك، اديك رحت المحكمة، رحت للسيد النائب العام وعملت محضر وعملت بلاغ وكل حاجة في حسين الشحات، حقك. لكن الوزارة تطلع هذا الخطاب، أنا بالنسبة لي والله العظيم دي صدمة، صدمة ليس دفاعا،
عن شخص بعينه او زميل. كل الزملاء محترمين واجلهم، وانا بدافع بحكم ان انا اعلامي وبحكم ان انا مسؤول وانا من الناس اللي شاركت في الكلام ده في وضع القوانين دي. انت بتدافع عن مهنه لها قيمتها ولها مكانتها. ده انت الاعلام ده اذا تخاذل واذا استخبى واذا غطس، ده الرياضه تبص تبوظ وتنهار. انت اللي بتلفت الانظار لاي خطا، وانت اللي بتلفت الانظار لاي فساد، وانت اللي بتبقى الذي تكشف كل شيء، وانت اللي بتنقل الصوره لكل الناس. ده انت حتى دورك في نقل التمرين ونقل صوره التمرين وعمل لقاء مع لعيب والجمهور هيروح له هروح اتفرج في التمرين. يعني تمرين النادي الاهلي هيروح ال 100 مليون الاهلاوي ولا 80 مليون اهلاوي ولا 60 مليون اهلاوي يتفرجوا على التمرين في مختار التتش؟ مش الاعلام اللي بينقله؟ مش ده دور الاعلام؟ هو وسيله النقل بين المصدر وبين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا من بعد البيان اللي قدمه امبارح بيراميدز لوزارة الشباب والرياضة، الكل مستغرب إن إزاي إن أنت نادي بتعادي قناة لنادي تاني. أنا مش فاهم، أنت بتحط قدرك بقدر وبتعمل راسك براس النادي الأهلي اللي بقاله سنين وأيام طويلة جدا وهو متربع على عرش الكرة الأفريقية والكرة المصرية والعربية. أنت يا لنادي معمول مكايدة للنادي الاهلي عايز تحط راسك براسه، انا معرفش. بس الاعلامي محمد شبانه فعلا اداهم درس كويس وادى لاشرف صبحي. اشرف صبحي انا معرفش انت محطوط، يعني انا مش فاهم، مره محطوط عشان الزمالك ومره محطوط علشان بيراميدز، انت محطوط علشان تصلح الكره المصريه. لكن للاسف اللي احنا شايفينه لا في اصلاح ولا في اي 60 اصلاح هنشوفه الفتره القادمه. بصراحه انت كده اخرك في الوزاره قرب